الآن ننتقل إلى موضوع آخر سبق وأن ذكرناه، صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. قلنا العاشر وتاسعاء، العاشر من إيش؟ من محرم، والتاسع من محرم، ويوم عرفة هو تاسع إيش؟ من ذي الحجة. ذكرنا الفضل وشرحنا، نسمع الأحاديث الآن. يلا يا أحمد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. إذن من يذكرنا بفضل صوم يوم عرفة؟ ذكرناه قبل قليل والآن سمعنا الحديث، تفضل. يكفر السنة الماضية وسنة لاحقة. نعم، سنة ماضية وسنة قادمة. الحديث التالي: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ما هو الفضل في صيام عاشوراء العاشر من ذي الحجة من محرم؟ ما هو فضل الصيام في الأخير؟ كفر ذنوب سنة ماضية. لا، الحديث ما ذكر هذا، رح يجي كمان شوي. ما هو الفضل في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب شوف الحديث التالي، بيجي كلام أخينا. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. إذن نعم، يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن زيادة على العاشر، التاسع من محرم، تاسعاء وعاشوراء.